Johnny. ماما. ماما مين يا ابني؟ مين اللي عمل فيك كده؟ هي؟ جيهان؟ مامتك طلعت زعيمة عصابة كبيرة برشا يا شادي. طارق ده. فين طارق؟ أنا عايز أتكلم مع طارق. خير. أمي سألتني على الفلاشة اللي طلبوها لما خدوا الولد. أنت خلاص يعني حبيتني فجأة؟ صاحي من النوم بتقول طارق أنت بتلبسني يا شادي؟ وتخيل إن هما مش هيسألوني أنت كنت عايزني في إيه؟ أنا غلطان إني رجعت لك ابنك يعني. ما عنديش حد غيرك أتكلم معاه. على العموم أنا اديتها لنهاد عشان تديها لمريم. هي بتقول إنها مش مع مريم. لو نهاد ما اديتهاش لمريم أمال راحت فين؟